النجم الفرنسي كيليان امبابي يخرج بتصريح أسطوري وتاريخي وعظيم عن المنتخب المغربي بعد الفوز الكبير على المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة، ويفجرها عن صديقه الصدوق أشرف حكيمي. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أكد اليوم لصحيفة ليكيب الفرنسية النجم الفرنسي الكبير كيليان امبابي أنه سعيد جدا 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 بفوز المغرب على تنزانيا بسبب صديقه المغربي أشرف حكيمي. وأكد كيليان امبابي أن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة جدا جدا جدا، خاصة في أحداث الشوط الثاني أمام المنتخب التنزاني، واستحق الفوز بكل جدارة واستحقاق. وتوقع نجم الكرة الفرنسية بأن صديقه الأقرب أشرف حكيمي بإمكانه قيادة منتخب بلاده المنتخب المغربي نحو التتويج بالكان. أما عن توقعاته لمباراة المغرب والكونغو غدا، فجاءت تصريحات امبابي كالآتي: المغرب ستكتسح الكونغو كما اكتسحت تنزانيا. المغرب مرعب، منتخب لا يقارن بأحد، لا يستطيع أي منتخب في الكان الصمود أمام الأسود.